بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم على شاشه قناه الاهلي وحلقه جديده من برنامج الاشبال. مستمرين مع حضراتكم في اكتشاف المواهب والنجوم، ومستمرين في عرض كل كبيره وصغيره داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. النهارده هيكون ضيفي واحد من ابناء النادي الاهلي اللي اشتغلوا كتير داخل القطاع وعنده خبرات كبيره مع الناشئين الصغيرين، واكتشف مواهب ونجوم كتير، ودايما عنده حماس كبير في الشغل، وعنده حماس كبير انه دايما يكتشف مواهب ونجوم. النهارده هيكون ضيفي وضيفكم كابتن تامر حفني، مدير مدرسه الكوره بالاهلي. هنتكلم مع كابتن تامر عن حاجات كتير، خاصه عن مدرسه الكوره. لو عندنا محتاجين يكون عندنا فرق قويه داخل القطاع، لازم يكون عندنا مدرسه كوره قويه، هو ده اساس النادي الاهلي. كل حاجه عايزين تعرفوها هتشوفوها مع كابتن تامر حفني في اخر فقرات برنامجنا النهارده. هيكون معانا برضو نتائج واهداف الاسبوع واحلى اللقطات واحلى الاهداف، وهيكون معانا دايما نجم على الطريق بنتنبأ له ان شاء الله انه يكون موجود في الفريق الاول، وهيكون معانا فقرات تانية كتير. شهادة حق، لازم نوجه الشكر من خلال برنامج الاشبال لكل القائمين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، سواء مدربين سواء اداريين سواء عمال، وعلى راس كل المنظومه طبعا الكابتن فتحي مبروك مدير القطاع على الجهد المبذول خلال الفتره اللي فاتت. صراحه الجهد واضح من خلال اداء المباريات، من خلال النتائج، من خلال المواهب اللي تالقت وظهرت خلال الفتره اللي فاتت. وزي ما قلت لحضراتكم برضو وكل جماهير النادي الاهلي، مفاجاتنا في برنامج الاشبال ان شاء الله هيكون في استوديو تحليلي خلال الفتره اللي جايه قريب جدا من ملاعب الناشئين بمدينه نصر. هيكون معانا ابرز المدربين وابرز المحللين لتحليل مباريات الناشئين على الهواء مباشره على شاشه قناه الاهلي. في سياسه جديده تتبعها لجنه الكوره، ان شاء الله هنجني ثمار هذه السياسه خلال السنوات اللي جايه، وان شاء الله هتكون سياسه ناجحه جدا لكل قطاعات الناشئين وكل الفرق عندنا والفريق الاول. هو انضمام لاعبين مميزين تحت السن تالقوا مع فرقهم، لجنة الفنية ولجنة التعاقدات بالنادي الأهلي تبعتهم خلال الفترة اللي فاتت وتم ضمهم لقطاع الناشئين. أمثال عندنا محمد فخري من غزل المحلة، عندنا عمار حمدي من النصر، عندنا مصطفى البدري من أسوان، عندنا كرم النقيب من صيد المحلة، عندنا حسون محمد من مياه البحيرة، عندنا يوسف الجبالي من الشمس، عندنا عبد الرحمن رجب المنضم حديثا من كوم حمادة، مدافع مواليد 99 وخامة مبشرة، عندنا فادي محمد ابراهيم من نادي درجه اولى في الدنمارك. ان شاء الله اللعيبه دي يعني تبدا تتعلم داخل مدرسه الاهلي وتتعلم داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي يعني ايه روح الفانيلا الحمراء، يعني ايه مبادئ وسلوكيات النادي الاهلي، وان شاء الله لما يطلعوا الفريق الاول يكونوا عندهم خبرات كتير ويتعلموا حاجات كتير داخل القطاع. بقول لكل جماهير النادي الاهلي اطمنوا، دايما مستقبل الاهلي في امان. قلنا لحضراتكم دايما هنسلط الضوء على ابرز المدربين وابرز الكشافين وابرز العين الخبيره وابرز المحبين للنادي الاهلي اللي دايما ساهموا في اكتشاف المواهب والنجوم وضموهم للنادي الاهلي. كان معانا في الحلقه اللي فاتت كابتن مصطفى حسين ابو الاشبال، ما شاء الله كان تاريخ كبير. النهارده معانا واحد من ابناء النادي الاهلي كان ليه تاريخ كبير في فتره الستينيات، معجون بالكوره وحياته كلها كانت كوره، من ابرز المعلقين اللي جم في تاريخ مصر. صراحه انا شخصيا كنت بحبه لما كان بيعلق لي على مباراه. هيكون معانا النهارده الكابتن ميمي الشربيني مكتشف النجوم. نشوف تقرير عن كابتن ميمي الشربيني ونرجع لكم مره ثانيه. بالتوفيق والنصر باذن الله لابطال النادي الاهلي محمد عبد اللطيف الشربيني الشهير بميم الشربيني، كنيزة الكرة المصرية، صاحب 10 ثنائيات كلاعب ومدرب في الكرة المصرية في ستينيات وسبعينيات مع محمود الجوهري. على طول الجوهري الشربيني على الأرض، يعني السايس
لحظتان في حياته جعلت منه صاحب شخصية وملهم وقائد حين كان لاعبا أو مدرب أو معلق. الأولى حينما شاهده الكابتن ميكاوي وضمه إلى النادي الأهلي، الثانية استقبال الكابتن صالح سليم ويقول عنها ميم الشربيني أنه أول من استقبلنا وأخذ معنا أكثر من جلسة ليشرح لنا أهمية وقيمة النادي الأهلي. فصالح سليم كان من عشاق الكيان قبل أن يكون رئيسا للنادي، كان دائما يحافظ على شكل اللاعبين وشكل النادي في كل الأمور. تعلمت من هذا الرجل كيف تكون صاحب شخصية وقائد وأيضا فن الإدارة. بعد أن اعتزل ميم الشربيني عام 1970 اتجه إلى التدريب في الإمارات بنادي النصر الإماراتي، كانت أول خطوة لي في طريق التأهل للتدريب، فقد أرسلني مسؤول نادي النصر إلى دورات للتدريب في إنجلترا. الحقيقة كانت نقلة مهمة جدا في حياتي كمدرب، اكتسبت مهارات كبيرة في عالم التدريب. رجعت بعدها إلى الإمارات واستمررت فيها حتى عام 1975. بعدها عاد إلى بيته مرة أخرى داخل النادي الأهلي ليعمل مديرا لقطاع الناشئين. تخرج على يديه آلاف المواهب الكروية للنادي الأهلي وكل الأندية. سنتكلم عن موهبتين، الأول هو حسام غالي أو الكابتانو كما تحب أن تناديه جماهير القلعة الحمراء. الأهلوية تتجه نحو أقدام رأس خالد بيبو، وخالد بيبو الأهلوي وحسام غالي، يا سلام يا سلام يا حسام يا بان يا سلام على أصبح غالي نجما في الأهلي حتى وصل إلى هذه المكانة الكبيرة. أما ثاني أهم عنقود الموهوبين الذين اكتشفهم الشربيني كان القناص والمتعب عماد متعب، الذي تأخر عن حضور الاختبارات في مختار التتش، فذهب إلى جمصة لملاقاة الكابتن ميم الشربيني في فيلته الخاصة التي كان يقضي الصيف فيها كل عام. بالفعل أصبح متعب من أفضل المهاجمين في النادي الأهلي ومصر. ماكينة الأهداف الأهلوية يتقمص شخصين فامانويل ويفقي الأهلي النغم الهدف الثاني، فرض سيطرته ونفوذه على مملكة الهدفين، منطقة الجزاء منطقة نفوذ عام. كثيرون من النجوم تخرجوا على يديه ليمتعون بمهاراتهم. شكرا ميم الشربيني. اسم كبير داخل النادي الاهلي طبعا الكابتن ميم الشربيني، ومن ابرز المعلقين اللي جم في تاريخ الكره المصريه. كان مسك مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي كان موسم 96 و97 و98، وكان دي من افضل الفترات في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. خرج وقتها كنت انا من ضمن الناس اللي دخلت قطاع الناشئين، كان عماد متعب، كان حسام غالي، كان امير عبد الحميد، كان ابراهيم سعيد، محمد جوده، احمد بلال، اسماء كبيره انضمت في فتره تولي كابتن ميم الشربيني. اسم كبير وربنا يا رب يديله الصحه. عندنا مفاجاه حلوه النهارده زي ما معودين حضراتكم، كل حلقه بيكون معانا مفاجاه حلوه. كان معانا قبل كده حسام عاشور، كان معانا ايمن اشرف وهشام محمد. النهارده عندنا واحد من اللي خرجوا من مدرسه الكوره بالنادي الاهلي، اتربى داخل النادي الاهلي وهو عنده 7 سنين و8 سنين، ولعب في كل فرق القطاع، لعب في الفريق الاول قريب ومتالق، انضم حديثا لمنتخب مصر وبنتمنى له ان شاء الله التوفيق. معانا محمد هاني، نشوف تقرير عن محمد هاني ونرجع لكم تاني. طبعا برحب لكابتن اسامه حسني وان شاء الله موفق ان شاء الله، وتبقى بدايه خير كده ان شاء الله على حضرتك. انا كان احمد حسن كوكا، هو كان معايا في المدرسه زمان، فكنت بلعب في المدرسه وكده، وهو شافني يعني هناك، كان هو اكبر مني 3 سنين يعني، فقال لي انا كلمت كابتن بدر رجب وكابتن جمال السيد عليك وكده، وقابلته. المهم قابلته ورحت الاختبارات ويعني الحمد لله كابتن بدر اختارني من الموجودين،
وبقيت مع النادي الاهلي. يعني طبعا اول يوم دخلت في النادي يعني كان يعني دي اكتر فرحه في حياتي طبعا ان انا بقيت في النادي الاهلي وان هم اختاروني ان انا العب في النادي الاهلي. دي حاجه كبيره جدا يعني ناس كتير جدا كان حلمها ان هم يبقوا موجودين في النادي الاهلي في الناشئين ومن واحنا صغيرين. يعني ده طموح كل حد يعني اي حد صغير ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي. دي حاجه كبيره جدا. ف يعني كان يوم جميل جدا طبعا والحمد لله يعني طبعا مع توفيق ربنا وفقني وبقيت موجود يعني الحمد لله. مرني مدربين كتير جدا انا مش عايز انسى حد مثلا بس يعني طبعا كابتن بدر رجب من مدرسه الكوره واحنا صغيرين كان هو دايما موجود معانا هو الكابتن جمال السيد يعني هم اللي بادئين معانا وكابتن امين عرابي كابتن محمد عماره وقف جنبي كتير جدا في الناشئين يعني هو ساعدني جدا في حاجات كتيره جدا الكابتن سامي قمصان كان معانا في الناشئين الكابتن تامر حفني الكابتن هشام حنفي الكابتن عماد النحاس لما ابتدينا نكبر يعني كان ساعدني وقف جنبي جدا يعني في طبعا ناس كتير جدا مش عايز انسى حد بس يعني الناس دي اثرت في حياتي جدا وساعدوني جدا في اللي انا فيه يعني دلوقتي الحمد لله بعد ربنا طبعا. كانت احسن مواقف طبعا في الناشئين إن, ان 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 انا كل سنه يعني او 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 يعني كل سنه بتصعد مع الفرق اللي اكبر مني والعب مع الفرق اللي اكبر مني واروح المنتخبات الناشئين اللي اكبر مني بسنتين وثلاث سنين دي كانت يعني احسن حاجه طبعا ان انا بجتهد طبعا في الناشئين وبعمل اللي عليا وطبعا الباقي كله على ربنا. اول ماتش اهلي والزمالك تقريبا كان عندي 14 سنه او 14 سنه تقريبا او 13 سنه وكسبنا يعني كل ماتشات الناشئين واحنا صغيرين كسبناها الصراحه يعني الحمد لله فاحنا متعودين يعني الحمد لله على الموضوع ده يعني وكان في مكافاه بقى طبعا يعني مكافاه صغيره كده بس الحمد لله كانت فرحتنا يعني كانت بالنسبه لي كانت حاجه كبيره جدا طبعا ان انا اكسب ماتش زي ده وان احنا ناخد مكافاه يعني بالنسبه لنا كانت بتفرحنا جدا واحنا في الناشئين يعني الحمد لله النادي الاهلي سيستم واحد من الناشئين للفريق الاول يعني هو سيستم منظومه كلها متكامله يعني من واحنا صغيرين احنا متعودين ان في اساسيات في النادي في اول حاجه في احترام يعني في احترام ده اللي بيدوم دايما في الكوره والفنيات والحاجات دي ما عندناش حاجه اسمها مركز تاني يعني احنا من واحنا في الناشئين وعندنا غيره عن النادي دايما تلاقي اولاد النادي عندهم غيره على التيشيرت اللي هم لابسينه حاسين بقيمه الفانلة يعني حاسين بقيمه الفانلة الحمراء اللي انت لابسها وبيموتوا نفسهم في كل ماتش في كل تمرينه فدي الحاجات الصراحه اللي انا خدتها من الناشئين جدا يعني ان دايما لازم اكسب ما كانش عندي حاجه اسمها خساره يعني كل ماتش بلعبه لازم نكسب كل تقسيمه لازم نكسب هو ده هدفنا فالحمد لله يعني هي دي اهم حاجات الواحد خدها من الناشئين رسالتي طبعا لكل الناشئين الاهلي ان كله يتمرن كويس وينام كويس وكله يحافظ على نفسه ويهتم بنفسه دي اهم فتره في الحياه ان انت مجرد ما بتعدي من الفتره دي ربنا بيكرمك بحاجات تانيه كبيره بس انت لازم تجتهد في الفتره دي جدا ولازم تعمل اللي عليك جدا وضحي بحاجات كتير ضحي بخروجات ضحي واحرم نفسك من حاجات كتير عشان ربنا بيكرمك بسبب الحاجات دي وربنا يوفقك دايما دايما لازم تجتهد دايما لازم تبحث عن الفوز في كل مباراة دي رسالة نجمنا محمد هاني لكل الناشئين الموجودين في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي نتمنى له إن شاء الله التوفيق خلال الفترة الجاية مع النادي الأهلي مع الفريق الأول إنه يثبت أقدامه بقوة داخل الفريق الأول ونتمنى له إن شاء الله التوفيق مع منتخب مصر مع مستر أجير زي ما قلت لحضراتكم الأسبوع اللي فات ما شاء الله كان عندنا نتائج وعندنا أداء رائع من كل فرق القطاع هنشوف مع حضراتكم دلوقتي النتائج ما شاء الله على الأسبوع الثاني على التوالي كل فرق القطاع بتفوز وبنتائج كبيرة جدا كل اللعيبة تألقت كل اللعيبة ما شاء الله ظهرت بمستوى طيب وظهرت مواهب كمان تألقت خلال الأسبوع اللي فات زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي مواليد 97 الأهلي والإنتاج الحربي فوز كبير على إنتاج الحربي 4-1 مواليد 99 الأهلي والداخلية 1-0 مواليد 2000 الأهلي وطلائع الجيش 3-2 وفوز النادي الأهلي وكانت مباراة قوية جدا مواليد 2001 بيواصل سلسلة الانتصارات وفوز كبير على الجونة 6-0
مواليد 2002، الاهلي وعرب غنيم، وفوز كبير 16-0 على عرب غنيم في دوري منطقه القاهره. مواليد 2003، وتعادل مباراه قويه الاهلي والمقصه 2-2. اخر مباراه كانت معانا مواليد 2004، الاهلي والنصر، فوز كبير للنادي الاهلي 4-0 في دوري منطقه القاهره. تعالوا نشوف مع بعض اهداف الاسبوع بالصوت والصوره. محمد مغربي وركله الجزاء، جول 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 جول. احمد نبيل يلعبها في اتجاه الفراري، شادي 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 شادي، جول. يلعب ويعلق اشرف مغربي، يطلع بضربه راس، عدت عبد الوهاب، جول. احمد سيد، احمد سيد عايز يعدي، عدى عدى عبد النبي، عدى عبد النبي، يا راجل وقع، جول. يلعب يلعب عمر رزق، يلا يا عمر بقى، يلا بقى، يلا يا راجل بقى، مش ممكن، جول. يضغط سلامة، سلامة يا ولد، سلامة سلامة، الوقت اللي لعبه سلامة كان من العناصر على سلامة، سلامة في الجول، في الجول، جول جول جول. مودي 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 يلعبها باتجاه هاشم، عدى عدى عدى، جول 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 جول. لعبة طويلة في اتجاه العربي، جمال يلعب ضربة رأس النادي الأهلي، وجول زياد، يلعب عرضية زياد عند العربي، جمال، جول. باسل يلعب ويعلق، وادي ضربة الراس، مش ممكن في نفسه، يلعبها في اتجاه ياسين، ياسين ياسين، التصويبة من ياسين، عدت كرم، جول 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 جول. محمد خالد يلعبها طويلة في اتجاه عربي، عربي عدى ولم، عربي عربي يعلق ويلعب العرضية، عدت وهي جاية، يو علي علي علي، جوه، جول. هدف أول للنادي الأهلي، يلعب تمريرة وتحرك من غريب، يا ولد يا ولد يا غريب، جوه الجول، والهدف الهدف الثاني للنادي الأهلي. زيدان يلعبها، كريم، تصويبة تصويبه من كريم، وهدف ثالث للنادي الاهلي. محمود صابر عدى بعرض الملعب، بعرض الملعب، ولكن حطها في المرمى، حطها في المرمى محمود صابر، وهدف رابع للنادي الاهلي. محمد رضا يلعبها، رضا اول على التحرك، يلا غريب، غربه، عدت، مرت، عربي عربي، والهدف الخامس، عربي يلعب لرضا، محمد رضا، شوف السهوله، شوف البساطه، شوف الجون السادس، عربي عربي عد، عربي يا ولد على التمريرة، غريب يا ولد على الكعب، يا ولد يا ولد على السابع، عفركوش، عربي لرضا، ادي رضا، ادي رضا، قائد فرقة الفنون الشعبية، اتلعبت، عدت، اتسندت، التصويبة، كريم سعد الله، صابر عدى، صابر مر، صابر صابر، تمريرة، غربة، غريب غريب، التاسع للنادي الاهلي، صابر عدى، صابر صابر عدى، محمود صابر، محمود صابر، مر مر، عدى عدى، العرضية أخيرا، غريب، عربي لرضا، عدى رضا، رضا يلعبها، رضا في المرمى، جول 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 جول، هدف ال11 للنادي الأهلي. محمد رضا، رضا يلعب عند عربي، عربي يلعب العرضية، لكن التشتيت مرة ثانية، وادي التصويبة يا ولد يا ولد، كريم يا سعد الله. زيدان، عربي لزيدان، زيدان يرجع، لعبت لخالد، محمد خالد، خالد لكريم سعد الله، محمود صابر، التحضير والتمرير، صابر يصوب، يا ولد يا ولد يا ولد على الهدف، يضغط النادي الاهلي، يلا خالد، خالد لمازن، مازن لرضا، لخالد، طالع له هشام، يصوب ويسدد، والهدف ال 14 14 للنادي الاهلي. يلعب محمود علي، عدى رضا، عدى رضا، عدى الحاول، عدى عدى الموسيقار، اتلعبت ال 15 احمد عربي، محمود صبر، يعني اللاعب اللي وقف حارس مرمى لحد دلوقتي شايل ثلاث اهداف، وادي الهدف. يوسف علاء يلعب ويعلق على القائم الاول، منعم، جول 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 جول. يلعب مع فخري، فخري ليوسف علاء، يعلق على القائم الاول، يا ولد يا ولد، جول. هيلعب محمود عادل، وقفته ويلعبها ويعلقها، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. عدى الجبالي، الجبالي الجبالي، يلعبها العرضيه، عدت، جول 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 جول. احمد حاتم، حاتم
يلعب لكارلوس، احمد خالد، كارلوس، تصويبه يا ولد يا ولد، جول 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 جول. صراحة كل الأهداف حلوة، كل أهداف ممتعة مع قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لكن احنا اخترنا لكم ثلاث أهداف، دول بقى هنحللهم مع كل مشاهدي قناة الأهلي، دول أبرزهم بقى شغل وفيهم شغل مدربين زي ما بيقولوا. أول هدف معانا كان في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، وجملة كانت نرجع تاني الأول نشوف الكرة من بدايتها. الكرة من بدايتها الأول كانت الكرة ركنية يوسف علاء، جملة متفق عليها مع كابتن عادل عبد الرحمن، يوسف علاء حطها، محمد فخري نزل وحطها، ويوسف علاء حطتها هو قاصد يحطها في الحتة دي، حطها بمهارة عالية جدا، مصطفى عزت بكعب رجله لطشها يعني، فهو محطوطة هنا يعني متفق عليها، والكابتن عادل عبد الرحمن مرنهم عليها. الهدف الثاني لأحمد خالد كارلوس، تسديدة صراحة قوية جدا من مسافة بعيدة، أحمد خالد كارلوس كان بديل في المباراة دي ونزل الشوط الثاني وأحرز هدف حلو جدا، حتى يعني الكرة كانت تحت رجله وجهها وفيها قوة، صعب على أي حارس مرمى إنه يجيب الكرة دي. هنشوف معانا الهدف الثاني، أحمد خالد كارلوس من مسافة بعيدة، صعبة جدا طبعا على حارس مرمى وفيها مهارة عالية وراحة في زاوية بعيدة جدا. ثالث هدف معانا محمد سلامة، كان الأهلي والجونة 2001. محمد سلامة ده بيلعب باك ليفت، شايفين متواجد في مكان يعني قليل جدا لما تلاقي باك ليفت في المكان ده، جاي من تحت مهارة عالية جدا بيعدي، ونهاية الهجمة فيه مهارة عالية جدا بيحطها تشيب من فوق حارس المرمى، هدف على الطريقة الأوروبية. ما شاء الله عندنا لعيبة متألقة داخل قطاع الناشئين، وعندنا مهارات عالية، وعندنا لعيبة إن شاء الله نشوفهم خلال الفترة الجاية مع الفريق الأول. هنروح دلوقتي لمنتخب الأسبوع. خلال الأسبوع اللي فات تألقت لعيبة وظهرت مواهب، لازم نسلط الضوء كل أسبوع على المواهب وكل اللعيبة اللي بتتألق داخل القطاع. كان معانا الأسبوع اللي فات لعيبة تألقت، النهاردة معانا لعيبة تانية ظهرت بمستوى طيب. هنروح نشوف دلوقتي مع حضراتكم تشكيلة الأسبوع وأفضل تشكيلة للنادي الأهلي في قطاع الناشئين خلال الأسبوع اللي فات. هنبتدي أول حاجة بحراسة المرمى، زي ما احنا شايفين دلوقتي مع حضراتكم هي دي تشكيلة الأسبوع بتاعتنا. معانا في حراسة المرمى مروان صلاح. مروان صلاح مواليد 2004، من بداية الموسم ما دخلش فيه ولا هدف، محتفظ بنظافة شباكه على مدار أربع مباريات. عندنا أحمد سيد عبد النبي باك رايت مواليد 2002 وبتصعد دايما مع 2001 ومن العناصر الأساسية. عندنا الباك ليفت اللي احنا شفناه الهدف دلوقتي من الأهداف المميزة، محمد سلامة باك ليفت مواليد 2001، أحرز هدفين في مباراة الجونة وأحرز الموسم ده أربع أهداف. عندنا حسين لطفي مواليد 2000 بيلعب مساك، والكابتن بيلعب خط وسط مدافع، والكابتن أمين عرابي وظفه برضو في مركز المساك، يعني بيلعب في مركزين خط وسط مدافع ومساك ومن العناصر الأساسية. عندنا عادل زينهم مواليد 99، من أفضل المدافعين، وكان نجم من نجوم مباراة الأهلي والداخلية اللي فاز فيها الأهلي 1-0 الأسبوع اللي فات. عندنا محمد نصير، وانتظروا اسم محمد نصير. محمد نصير من اللعيبة اللي بيعجبوني على المستوى الشخصي، هو مواليد 99 وطم تصعيده الفترة اللي فاتت للفريق الأول، وهو من العناصر الأساسية اللي مع الكابتن عادل عبد الرحمن مع فريق 97 شباب الأهلي. عندنا برضو مصطفى عزت لعيب وسط مهاجم مواليد 97، أحرز الموسم ده هدفين ومن اللعيبة المميزة الموهوبة. عندنا أحمد سيد غريب برضو تحت المهاجم مواليد 2002 وهو هداف عنده 8 أهداف الموسم ده. عندنا محمد رضا مواليد 2002 بيلقبوه بخليفة أبو تريكة في قطاع الناشئين، عنده الموسم ده عمل 9 أهداف من 30 هدف أحرزه فريق 2002 ومن العناصر المميزة محمد رضا. عندنا مصطفى بدري من الوجوه الجديدة اللي انضمت لقطاع الناشئين، وزي ما قلت لحضراتكم دي السياسة اللي بتتبعها لجنة الكورة. مصطفى البدري من اللعيبة المميزة، انضم من أسوان بيلعب تحت المهاجم، أحرز هدفين وصنع هدفين، وكان أحرز هدف في المباراة الأخيرة مع الإنتاج الحربي. عبد الوهاب علي مواليد 2001 وانضم أخيرا مع الكابتن ربيع ياسين مع منتخب مصر مع 2001، وهو بيتصدر هداف بطولة الجمهورية للناشئين برصيد 7 أهداف. هي دي التشكيلة عندنا وأفضل تشكيلة خلال الأسبوع اللي فات، دي اللعيبة اللي تألقت وظهرت بمستوى طيب، ودايما كل أسبوع هنسلط الضوء على كل
اللاعبين القطاع اللي بيتألقوا دايما في خلال المباريات. هنروح دلوقتي لفاصل ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية. ما شاء الله زي ما احنا شفنا كل فرق القطاع يعني ظهر بمستوى طيب وكل اللعيبة ما شاء الله يعني متعلقة خلال الأسبوع اللي فات. لكن عايز أتكلم عن 2001. 2001 من بداية الموسم ما شاء الله بيفوز في كل المباريات، أقوى خط هجوم أقوى خط دفاع، ماشي بخطة ثابتة. وعندنا في 2001 لعيبة مميزة إن شاء الله هيتم تصعيدهم خلال الفترة اللي جاية في أقرب توقف للفريق الأول، وهينضموا إن شاء الله للفريق الأول وهيبدأوا يتمرنوا معهم وياخدوا فرصة مع الفريق الأول بالنادي الأهلي. كنت حابب برضو أقول الجهاز الفني كله 2001، طبعا الكابتن أحمد سراج مدير فني، عندنا الكابتن ممدوح حبيد مدرب، وكابتن زكريا حسين مدرب مع كابتن ممدوح، عندنا أحمد إبراهيم في حراسة المرمى، وعندنا الكابتن محمد راشد الإداري. حابب أقول الجهاز إن برضو كل المنظومة بتشتغل مع كابتن أحمد سراج، وما شاء الله ظاهر كمان في جدول ترتيب 2001 هنستعرضه دلوقتي مع حضراتكم. وزي ما احنا شايفين دلوقتي ده ترتيب بطولة الجمهورية للناشئين مواليد 2001. زي ما احنا شايفين الأهلي متصدر ب 18 نقطة، لعب 6 مباريات، فوز في 6، مفيش تعادل، مفيش خسارة، ليه 21 هدف، عليه هدف واحد. زي ما قلت لحضراتكم أقوى خط هجوم أقوى خط دفاع، عنده 18 نقطة ومتصدر جدول المسابقة. نروح نشوف دلوقتي تقرير مع لاعبي ومدير الفني ومدربين 2001 ونرجع لكم مرة تانية. يا رب ديما نعمة عليهم وعلى طول يبقى فوز على طول. هو النادي الأهلي طبعا معودنا على كده. يمكن اللعيبة الحمد لله النهاردة بقى مباراة يعتبر من مباراة متوسطة، الولاد أدوا على قد إمكانيات الماتش إن شاء الله. يمكن أنا كمان، أنت يمكن سامعك بتتكلم عن المصابين، لا أنا عندي كمية مصابين كتير قوي وكلهم من المنتخب، يعني جايين لي من منتخب المعسكر. فرقة بتلعب كل 3 أيام ماتش، فعندهم 17 سنة، يعني من دي من ضمن الحاجات يروح معسكر يجي قبل المعسكر ب3 ايام يلعب ماتش، وكل 3 ايام ماتش المفروض. يعني يمكن كمان العدد كمان عندنا كمان الحمد لله يمكن اكتر لعيبه. يمكن انا اقعد نفسي اتكلم مع كابتن ربيع، طبعا اتكلم معاه في الموضوع دوت. انا جاي لي 5 لعيبه مصابين، يمكن رقم كبير جدا. طب العب بمين؟ بس هي دي الفكره. بس الحمد لله النهارده الولاد قدوا، ان شاء الله الجاي احسن. النادي الاهلي كده احنا زي ما احنا تربينا في النادي الاهلي على الروح ديت وعلى الاداء دوت، يمكن كمان بنعود لاعبتنا على الاساس ده ان هي تخدم بعد كده الفريق الاول، ان هي بروحها دي حتى كسبان 10 كسبان 20 مغلوب 10 لازم يبقى بالروح ديت في الناحيه الهجوميه وفي الناحيه الدفاعيه. هم اخوات وبيحبوا بعض، يمكن في المنافسه الشريفه بينهم على الهداف دي حاجه كويسه جدا. يمكن ابو هاب جايب 7 اهداف وشادي جايب 6 ولا 7، ده في كمان في تحت كمان عمر رزق طالع على 4، محمد اشرف 5، في يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر اكبر كميه هداف الفرقه من عندنا في النادي ان شاء الله. اولا بشكر ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله على المكسب النهارده والمكسب اللي فات طبعا، وربنا يكرمنا دايما ان شاء الله باذن الله ونكون من الهدافين ان شاء الله باذن الله، ويكرمنا جميعا ان شاء الله. ودايما مثلا ناخد ماتش وماتش، النهارده خلصنا الماتش، ركز الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن الله. اما تعليمات الكابتن احمد دايما شغاله بشكل كويس على شكل الهجوم مثلا في التمرين، ودايما كويس معانا في الشكل الهجوم، بيشتغل مثلا بيقول لي ما تطلعش من بره كتير مثلا، ودايما بيقول لي انت راس الحرب مثلا بيحطه اللي في وشه ويسهلها على نفسه، ودايما بقطع القريبه. الحمد لله النهارده احنا تعبنا كتير قوي النهارده في الماتش، وانا تعبت كتير قوي، والحمد لله ربنا كرمني بهدف النهارده الهدف الخامس. الحمد لله يعني يا نصيب، يعني لو عايز تخش ربنا يدخلها لوحدها. بس هي كابتن احمد بيقول لي ومن بره ال 18 اول ما تعدي وتقطم على رجلك الشمال على طول من غير ما تبص شوت، وهي يعني هتروح لوحدها في الجون. يعني الحمد لله النهارده المباراه كانت يعني مش زي كل المباريات اللي احنا لعبناها قبل كده. هو كان في شويه صعوبه في الاول، بس بعد كده ان شاء الله الدنيا ظبطت وكده. والحمد لله بشكر ربنا ان ده اول ماتش ليا في الدوري وعلى يد الكابتن احمد سراج، والحمد لله والشكر لله على كل حال. يعني هو قال لي ما انزلش كتير تحت، ولما الكره تيجي العب اللي في وشي، واتحرك دايما على القائم الاول عشان اسهل اللي جاي في ظهري. ودي كانت ابرز التعليمات اللي اداني. يعني
ومعنا كمان اخبارنا من داخل القطاع، اهمها اصابه محمد خليل لاعب النادي الاهلي مواليد 2000 بقطع في الرباط الصليبي. اعلن الدكتور اسامه مصطفى مدير الجهاز الطبي بقطاع الناشئين ان اللاعب اتصاب بعد مباراه الاهلي والانتاج الحربي اللي انتهت بفوز الاهلي 2-1 واللاعب احرز هدف كانت في التمرينه اللي بعد المباراه، وهيخضع اللاعب لعمليه جراحيه خلال الاسبوع اللي جاي. نتمنى له ان شاء الله انه يرجع الملعب بسرعه وربنا يشفيه. محمد خليل من اللعيبه المميزه سلوكيا وفنيا في مواليد 2000. ثاني اخبارنا، الاهلي يتعاقد مع اللاعب فادي محمد ابراهيم مواليد 99 قادما من نادي اتش بي كوجيه، نادي درجه اولى في الدنمارك. ودي زي ما قلت لحضراتكم دي السياسه اللي بيتبعها النادي الاهلي، انه بيبقى في متابعه للعيبه تحت السن مميزه بيتم انضمامها لقطاع الناشئين. كان برضو في عبد الرحمن رجب من كوم حماده مدافع مواليد 99 من اللعيبه المميزه، النهارده عندنا برضو فادي محمد ابراهيم، نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق خلال الفتره اللي جايه. عندنا برضو توقف بطوله الجمهوريه الشباب الاهلي مواليد 97 لمده اسبوع بسبب خوض المنتخب الاولمبي للقاءين ماتشين وديين بالامارات. نتمنى طبعا للكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي وكل الجهاز اللي معاه طبعا، كابتن معتمد جمال وكابتن وائل رياض وكابتن محمد شوقي، نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق خلال الفتره الجايه مع المنتخب الاولمبي. الاهلي مواليد 2005 يستهل مشواره في بطوله البراعم منطقه القاهره بملاقات التنميه سبورت بكره ان شاء الله السبت، نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق براعم الاهلي في مشوار بطوله البراعم. ولسه مستمرين معاكم واخبار القطاع في الصحف والمواقع. احمد سراج المدير الفني ل 2001 روح الاهلي وراء سداسيه الجونه. من بوابه فيتو، الاسماعيلي والاهلي يتنافسان على قمه دوري الجمهوريه مواليد 99. عندنا 25 هدف حصيله الجوله السابعه لدوري الجمهوريه مواليد 2001، والنادي الاهلي ليه نصيب الاسد من الاهداف دي. منطقه القاهره لكره القدم تعلن نظام ولوائح مسابقات الناشئين، وهيكون معانا بعد كده ان شاء الله كابتن محمد حشيش مدير التنفيذي منطقه القاهره ان شاء الله في حلقه، وهنتكلم عن كل مسابقات الناشئين في حلقه ثانيه ان شاء الله. معانا طبعا كابتن ربيع ياسين، كان عنده تجمع الفتره اللي فاتت وان شاء الله هيكون عنده تجمع خلال الفتره اللي جايه. كابتن ربيع ياسين من المديرين الفنيين اللي بيلفوا مصر كلها من صعيد مصر لشمال مصر، ما بيسيبش حته الا ما بيدور على لعيبه مميزه. كان ليه تجربه طبعا مع منتخب الشباب السابق قبل كده، وخد بطوله افريقيا، وصل كاس عالم، قدم لعيبه على اعلى مستوى للكره المصريه. كابتن ربيع ياسين كان عامل معسكر، وكان النادي الاهلي ليه نصيب الاسد من عدد اللاعبين اللي انضموا. كان عندنا حوالي 13 لعيب من النادي الاهلي في منتخب مصر خلال الفتره اللي فاتت. معانا دلوقتي على التليفون الكابتن ربيع ياسين مدير الفني لمواليد 2001. ازيك يا كابتن ربيع؟ اهلا كابتن اسامه، ازيك صحتك؟ اهلا بيك. الحمد لله، نتمنى لك ان شاء الله التوفيق خلال الفتره الجايه مع منتخب 2001 ان شاء الله يا كابتن. شكرا حبيبي، كله بتوفيق الله، بنجتهد وبنشتغل وبنحاول والله المستعان ان شاء الله تعالى باذن الله. زي ما انت معودنا طبعا ومعود كل جماهير مصر ان الكابتن ربيع ياسين لما بيتحط في مهمه لازم ينجح فيها. كان ليك مهمه قبل كده طبعا مع منتخب الشباب، اول حاجه قدمت لعيبه مهمه للكره المصريه ونجوم كبيره للكره المصريه، وحصلت على بطوله افريقيا ومنتخب مصر الشباب راح كاس عالم. بص يا كابتن اسامه، هو المفروض المنتخبات عشان توجد اجيال يا كابتن اسامه، يعني الانديه لازم تعرف ان اللعيبه دي مش عشان دوري، الدوري ده موجود. انما اللي اقصده احنا بنعمل اجيال للكره المصريه، جيل كبير للنادي الاهلي، جيل لمنتخب مصر يتواصل مع الاجيال السابقه. هو ده النجاح. يعني لما تاخد منتخب وتعمل اجيال للفريق الكبير الاول هو ده الصح، لما تاخد منتخب وتعمل اجيال للمنتخب الاول هو ده الصح، لما تاخد منتخب وتعمل اجيال عشان تحترف بره يا كابتن اسامه هو ده الصح. يعني انت بتبص لمنتخب مصر الاول كمان يا كابتن ربيع، مش هي مش فتره شباب بس. لا يا كابتن، انت عندك خلي بالك الاجيال دي ال 2001 ده اللي عليه الدور. اللي اقصده ان 18 سنه ده منتظر خلاص فريق كبير، يعني لازم السنه دي باذن الله وتوفيقه اللعيبه دي تلعب فريق كبير، يعني على الاقل تتمرن، تلفت الانظار، يجي لها عروض بره. تمام. اختار حياتك، ده اللي اقصده الاجيال، عمل الاجيال. هو الغرض من الدوري ايه يا كابتن اسامه؟ الغرض من الدوري فريق كبير. صح. الاول. الغرض من الدوري هو منتخب مصر الاول.
هو ده ده حقيقتك. انما المدربين ما يتمسكوش بقى اللعيبه ده حقك كل حاجه. فطبعا يا كابتن سامي دي مهمه مش سهله. انا بدات فيها معسكر الماتش اللي فات المره اللي فاتت عملنا 10 ايام مرنا تمرينات صبح وبعد الظهر اشتغلنا كويس قوي. انا بشتغل على جوانب طبعا فنيه مهمه جدا يا كابتن اسامه بحضر بيها اللعيب يعني وعملنا ماتش بيهم ودي كويس يعني وماتش المعسكر نجح بفضل الله. واخد بقى على فترات يا كابتن اسامه لان الوقت مهم جدا وبرده ماشي بناء مع انتقاء. متعودين ان الكابتن ربيع ياسين دايما بيلف مصر كلها يعني هو بيقوم بدور الكشاف زي الكشافين بتوع زمان بينزل الصعيد وبيروح الكوره وبيروح في كل حته. نزلت الصعيد ولا لسه يا كابتن ربيع؟ لا اول حاجه نزلت الصعيد رحنا المنيا في شهر 9 شفنا 9 محافظات جمعناهم في المنيا ده يا كابتن اسامه. بس الوقت خلي بالك في البناء الوقت اللعب بص ما انت يا كابتن اسامه انت دلوقتي بتختار بتنتقي وبعدين تشوف وبعدين تبني. فانا الله صدق ان انا عشان الوقت متاخر بالنسبه لي خلي بالك احنا في شهر 10 انت اول مباراه رسميه امتى ان شاء الله؟ اول مباراه رسميه في شهر 5 2020 بس خلي بالك انا بدور على الوقت الصافي بتاعي انا طلع امتحانات طلع 2 رمضان طلع 2 عيد طلع اجازات طلع اخر السنه لا وبتعمل مباريات دوليه كمان عشان الاحتكاك الدولي واللعيبه عنده خبره كمان محتاج عدد كافي من المباريات. فانا الاسبوع اللي فات مع المعسكر يا كابتن اسامه شفت مع البناء كان عندي 36 لعيب اساسي وفي نفس الوقت شفت 90 لعيب على 300 ايام جمعه 2 ما شاء الله عدد كبير. طب طمنا بقى على ناشئين الاهلي مواليد 2001. لا فرقه الاهلي طبعا فرقه كويسه جدا وفرقه محترمه جدا واولاد كويسين وجيل كويس جدا ان شاء الله هيبقى رائع باذن الله تعالى. وهم طبعا طول عمر النادي الاهلي نادي الوطنيه نادي المنتخبات بيدعم المنتخبات بيوقف دار المنتخبات نادي المبادئ نادي الاحترام نادي الالتزام والتركيز. فهو جيل محترم جدا جدا ان شاء الله يبقى اضافه قويه لجيل قبل كده وحققوا احسن ما يكون باذن الله تعالى. وهم طبعا متصدرين الدوري وهم المرشحين بقوه بامر الله تعالى السنه دي ان هم يكونوا ابطال دوري 2001 ان شاء الله ان شاء الله. كابتن ربيع ياسين مدير الفني لمنتخب مصر 2001 نتمنى لك ان شاء الله التوفيق خلال الفتره اللي جايه وكل الجهاز المعاون مع حضرتك. هنتكلم عن حاجه مهمه لا تقل عن اهميه المدربين داخل القطاع هي اولياء الامور داخل القطاع اللي بيتعبوا جدا مع اولادهم ان ينظموا لهم حياتهم في الدراسه بينظموا حياتهم في التمرين بينظموا اسلوب حياتهم في كل حاجه. طبعا بيتعبوا كل ولي امر بنوجه له الشكر من خلال برنامج الاشبال بنوجه له الشكر على الدعم الكبير اللي بيقدمه لابنائه وبيقدمه حتى للمدربين بيكونوا دايما مساعدين ليهم. فاحنا هنروح نشوف دلوقتي تقرير عن اولياء الامور ونرجع لكم مره ثانيه. احنا كتير احنا مفتقدين برنامج زي كده لأن سنوات لأن البرنامج بيبص على الأولاد والناشئين والولد ذات نفسه وما يبص على نفسه في برنامج زي دوت بيحاول اللي هو يجتهد ويشوف نفسه برضك بحس اللي هي أنا كولي أمر برضك بحب أتفرج على البرنامج زي كده. وطبعا بشكر الكابتن حسامة وأسرة البرنامج على برنامج اللي دوت هادف لقطاع الناشئين في النادي الأهلي تسليط الضوء على مرحلة عمرية متقدمة شوية من مرحلة الأشبال ودي في حد ذاتها الأرجح فيها إنها بتكون دافع للولد في مرحلة متقدمة إنه بيقدر يشوف نفسه بيبقى الضوء متسلط عليه فبتدي له دافع لإنه يدي أكتر أو يزيد من من من, من شغله في الملعب بتقدم له مستواه. بهني في النادي الأهلي على هذا البرنامج اللي بيلقي نظرة على قطاع الناشئين كاملة وبيبين المستوى اللي وصل إليه وفعلا برنامج ناجح بقيادة الكابتن الكبير الكابتن أسامة حسني. برنامج يعني ناجح ويعني احنا بنشكر الكابتن أسامة حسني على فكرة البرنامج لأنها طبعا يعني بيبقى فيها يعني شيء كبير قوي من الدعم للناشئين يعني ان هو هيتشاف ويعني فبتحفزه ان هو دايما يعني يحاول ان هو يعني مستواه يتقدم ويتحسن. والله هو برنامج هداف وبرنامج كويس جدا واحنا بنشكر القائمين عليه طبعا وبنشكر الولاد برضو بيأدوا اداء كويس ويعني بيخلي الولاد برضو تتحفز انها تأدي اكتر وتلعب اكتر وبيحفزهم على حاجات جديده كتير يعني.
بنشكر طبعا كل اولياء امور النادي الاهلي، دايما بيساندوا اولادهم وبنظموا لهم حياتهم من خلال الدراسه ومن خلال التدريب. زي ما قلت لحضراتكم، دايما قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ولاد، ودايما منجم الذهب عندنا ما بينتهيش. كل اسبوع بيكون معانا نجم ان شاء الله بنتنبأ له انه يكون قريب مع الفريق الاول. النهارده معانا نجم ميدو اسامه هداف 2004. نشوف تقرير عن ميدو اسامه ونرجع لكم تاني. وانا عندي 3 سنين ونص في اكاديميه الاهلي في 6 اكتوبر، ووصلت هنا للنادي في سن 7 سنين عن طريق مهرجان كان ضامن كل اكاديميات النادي الاهلي في جميع المحافظات. كان كابتن عبد النبي عاشور على ما اتذكر وكابتن حسام كابتن الفريق ساعتها هم اللي اختاروني ان اكون من ضمن الفريق. يمكن كابتن رامي عبد الحفيظ اللي طبعا بشكره جدا ان هو اللي نمى فيا موضوع حبي للكوره وان ادوس على نفسي وان ابقى حاجه ان شاء الله. يعني يمكن في اكاديميه الاهلي كنا بنتعامل على اننا لعيبه كبار مش على اننا لسه صغيرين. بنتعامل على اساس ان احنا لازم نحط لنفسنا اسس وحاجات ان احنا نسعى اليها ان احنا نتصعد للناشئين واحده واحده درجه اولى. كنا بنتعلم في الاول بقى اللي هو التسليم والتسلم والتحركات البسيطه، الحاجات اللي هي على قد الاكاديميه. بعد ما اختاروني من المهرجان كان كابتن حسام ساعتها ماسك الفريق في اول سنه لينا، ابتدينا بقى فيها ان احنا ازاي نتعامل على اننا نبقى شخصيه في الملعب وان انت بتلعب باسم نادي اهلي. خلاص انت بتخرج من مرحله وبتدخل في مرحله تانية، فلازم بقى يعني تتعامل بشكل تاني وتتمرن باسلوب تاني. يمكن بعد كابتن حسام كان كابتن ياسر ريان مسكنا 3 سنين حققنا فيها الدوري في اخر سنه. طبعا كابتن ياسر ريان يعني قيمه كبيره طبعا ولاعب في النادي الاهلي واخد بطولات مع النادي الاهلي طبعا، وطبعا كان لي بصمه على ادائي في ان هو كان بيحفزني ودايما هو كان بيركز في حته الروح والاداء. كابتن ياسر رجب مسكنا السنه اللي فاتت. كابتن ياسر رجب طبعا يعني انا بشكره جدا على كل اللي قدمه لنا، لان هو كان بيأهلنا نفسيا قبل فنيا وساعدنا كتير 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 على ان احنا نبني شخصيتنا. وطبعا هو كان مسكنا في نقطه تحول من ملعب صغير لملعب 11، فدي كانت نقطة صعبة جدا، بس هو الحمد لله يعني احنا قدرنا نتفاعل معاه وقدرنا نقدم مستوى كويس. كابتن محمد سعد طبعا في البداية هو لاعب في النادي الاهلي قديم طبعا وليه قيمة كبيرة، وانا طبعا بحترمه جدا لان هو على المستوى الشخصي هو راجل محترم وجدع معايا يعني، وهو اللي قدر وساعدني في ان انا اطلع 2003. يعني هو طبعا القرار طلع من عنده بموافقته، فانا بشكره طبعا ان هو وافق ان انا اتصعد 2003. وانا بصراحه معاه في الفريق 2004 بحاول ابذل قصارى جهدي لان هو بصراحه يعني راجل محترم مستحق كل التقدير. يعني يمكن بنخلص مدرسه وباجي على التمرين تقريبا بيبقى مدته ساعه وربع ساعه ونص. بنيجي طبعا بنقعد شويه تحت في اوضه اللبس سواء نتكلم او حاجه وبتغير وبنطلع التمرين. بعد كده بنخلص وبنروح. بس طبعا يعني النادي الاهلي هنا بيمثل لي كبيتي وككل حاجه يعني بالنسبه لي. النادي الاهلي طبعا كيان كبير بنتعلم فيه حاجات كتير، مبادئ واخلاق احترام وروح كل حاجه. طبعا ان هو كيان كبير طبعا اهم حاجه في لعب نادي الاهلي انه يكون عنده روح وشخصيه في الملعب، لان ده هو اللي بيميزه عن اي لاعب تاني. ما اتعلمت في النادي الاهلي من ان انا يكون عندي شخصيه وان انا اكون قائد لزملائي بما اني كابتن الفريق يعني، فتعلمت ان انا اكون قائد ليهم في الملعب واكني كابتن بتاعهم في الملعب بالظبط، فاقدر بقى اوجههم واقول لهم الحاجات اللي انا شايفها في الملعب. وانا بتفرج على الماتشات يعني طبعا ببقى نفسي طبعا امنيه حياتي ان اكون معاهم وان اتمرن على ملعب مختار التتش وان اكون وسط المجموعه بتاعت النادي الاهلي. يمكن طبعا بحب اتفرج على وليد سليمان عشان هو بيلعب في مركزي، طبعا بتعلم منه حاجات كتير لان هو بيبقى عنده رؤيه كويسه جدا للملعب وتحركاته بيتحرك في كل مكان بيدوس في كل مكان في الملعب.
وبحب طبعا اتفرج على كابتن احمد فتحي لانه راجل في الملعب طبعا، ورجولته دي هي اللي مساعداه جدا انه يفضل مكمل لحد دلوقتي. واخلاص كابتن حسام عاشور كان مثل الاعلى في مصر، كابتن محمد ابو تريكه طبعا، ومثل الاعلى عالميا ميسي. يعني طبعا بابايا ومامتي دايما بيساعدوني على ان انا ابقى بحاول اوازن بين الدراسه طبعا والكوره، لازم يكون فيها توازن لان ما ينفعش ادي كل كوره وقتها وقت بس او الدراسه وقت بس، فهم بيحاولوا يسندوني في الحتتين يعني، والحمد لله مسندتهم جت بفايده معايا الحمد لله. الحلم اللي كان نفسي احققه ما اتحققش ان انا كان نفسي العب جنب الكابتن محمد ابو تريكه، كابتن بركات وكابتن حسام غالي، لان هم قيمه كبيره وكان نفسي اتعلم منهم كتير. في الختام كنت عايز اشكر كابتن حسام حسني على برنامجه لان هو بيسلط الضوء علينا وبيدينا اهميه وبيخلي الناس كلها تشوف ان لسه في مواهب طالعه ان شاء الله هتساعد الدرجه الاولى في ان هي تاخد بطولات اكتر واكتر، وان في لعيبه كتير في ناشئين عندها شخصيه النادي الاهلي وتقدر تشيل اسم النادي الاهلي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل هستقبل ضيفي وضيفكم كابتن تامر حفني المدير الفني لمدرسة الكورة بالنادي الأهلي. مرحب بضيفي كابتن تامر حفني المدير الفني لمدرسة الكورة بالأهلي. نشوف كليب عن كابتن تامر وهستقبله دلوقتي. ازيك يا كابتن تامر، شرفنا منورنا. الله يخليك يا كابتن اسامه، واشكر حضرتك على المقدمه الجميله دي، وطبعا برحب بقناه النادي وكل سنه وانتم طيبين. لنا ايه الشياكه دي؟ دايما بنعتاد منك على الشياكه. الله يخليك يا كابتن اسامه، ربنا يخليك. قول لنا بقى كابتن تامر حفني المدير الفني لمدرسه الكوره بالاهلي، مدرسه الكوره بتبتدي من اعمار سنيه كام؟ يمكن احنا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا في البدايه احنا بنبدا دلوقتي بقى لي ثلاث يعني ده رابع سنه ابقى ماسك مدرسه الكوره في النادي. من حوالي سنتين اللي فاتوا ابتديت انا ابتدي اعمل فرقه تحضيريه. يمكن انا السنه دي عامل 2009 و2010 و2011 2009 و10 و11 احنا السنه دي هنلعب 2008 ومحضر 2009 و2010 و2011. يعني بدايه المسابقات من 2008 8 لا السنه دي في 9 و8 و7 بالنسبه لنا تحت في البراعم. فانا بجهز قبلها بسنتين، يعني عندي 10 وعندي 11 وفي ولاد جولي برضو من فتره قريبه 2012. ما شاء الله ده اعمار سنيه صغيره انك تبدا من السن 2010 2011، يعني 8 7 سنين و8 سنين. ما هي دي ميزه يا كابتن اسامه، حضرتك عارف ان انت في المرحله السنيه الصغيره دي مهم جدا يبقى انت الانتقاء كويس، ما بتاخدش اي لعيب، يبقى لازم عندك رؤيه الولد ده عنده مهاره. في عوامل كتير جدا بتخلي الولد بالنسبه لك يلفت نظرك، اداؤه في الملعب، فكره. يمكن انا بقيم الولاد الصغيره على فكرها، يمكن مش على في حاجات كتير جدا بختلف فيها مع ناس كتيره. الجسم ما بيفرقش معايا قوي في المراحل السن الصغيره. هو غالبا في قطاع ناشئين في الاهلي ما تلاقيش الاجسام زي انديه ثانيه، عايز الجسم الكبير وعايز ياخد بطوله، بس انت بتبص للسنين قدام وللفريق الاول. بالظبط كده، هي دي مهمه يا كابتن اسامه، اللي انت عارف في فترات متفاوته كتيره جدا في السن الصغير وفي تغيرات كتيره حتى لغايه سن البلوغ. الولاد لسه جسمهم يعني انا ابتدي احكم على الولاد بعد سن البلوغ. فمراحل السنيه الصغيره دي انا بدور على الموهبه. يمكن حتى شغلنا كله شغل مهاري كتير جدا. متاسسين الولاد بياخدوا شغل كله شغل كله مهاري كتير. مهاري. كتير جدا وشغل مركب وشغل صعب جدا. فده بينمي الذكاء عندهم
وبيعلي أداء الحركة عند الأولاد. حتى تلاقي عندنا الأولاد حتى لو في فيديوهات هتلاقي الأولاد عندنا صغيرين عندهم الأداء الحركة سريع جدا ما شاء الله، بيلعبوا كرة من لمسة واحدة بسرعة جدا، بيتحركوا بعد كرة. ويمكن دي بقت ميزة دلوقتي في أوروبا إن كل الاستلام بقى بحركة، مفيش حد بيستلم الثبات. فإحنا بنعود الأولاد على السن الصغير لازم الأداء الحركي، لازم تستلم الحركة جري بالحركة، ودي بتبتدي من سن صغير ومن التمارين لازم يا كابتن أسامة. يمكن حضرتك برضه عايزينك بقى برضه تقول لنا يا كابتن تامر المدربين الموجودين بقى في 2009 و2008 و2007 و2010 يعني تقول لنا برضه أسمائهم. يمكن بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندنا كابتن محمد عبد العزيز ماسك 2007 زيزو حضرتك عارفه، ومعاه كابتن شريف عبد الفضيل لسه داخل السنه دي. شريف فضيل ان شاء الله يبقى ليه يعني خبرات كبيره في التدريب ان شاء الله ربنا يكرمه. طبعا خبرات كبيره ان شاء الله يبقى كويس معانا في الفتره الجايه باذن الله في التدريب. يعني بخصوص شريف عبد الفضيل، مهم جدا في السن الصغير انك تجيب لاعب لسه مثلا معتزل يبقى قدام الولاد يبقى مثلا فاكرين اسمه، مهمه دي في الحته في اعمار السن. طبعا هي مهمه جدا، وبالذات يعني يمكن هو بيجي بيخش بيشتغل مع حد مساعد لكن هو كاسم شريف مهم جدا، قدوه للولاد مثل اعلى، زائد ان هو بيحفز الولاد وبرده بيتعلم لما يشتغل مع حد يتعلم منه، بياخد خبرات كويسه. يعني خبرات اللعب غير خبرات التدريب زي ما حضرتك عارف. فما بيخش مع حد فدي بتسهل عليه كتير جدا، مع ان هو لسه مبطل قريب ومتواجد، فهتلاقيه رجله في الملعب مع الولد بيتحرك معاه. فهو السن صغير عايز كده، عايز الحركه معاه كتير جدا، عايز الكلام كتير جدا، عايز توجيهات كتير جدا، عايز تعليمات كتير. فدي برضو بتاثر كتير جدا لما بيجي لي حد نجم يبقى معايا في المدرسه يعني. كويس، احنا قلنا 2007 كابتن زيزو وكابتن شريف فضيل. 2008 2008 عندنا كابتن عصام صلاح، حضرتك طبعا عارفه. ابن النادي الاهلي برضو، ومعاه عبد الله فاروق طبعا، عبد الله لسه جاي السنه دي. عبد الله فاروق برضو من الناس اللي خرجت من ناشئين الاهلي، وطبعا لعب في الفريق الاول بالنادي الاهلي. لا وحد كويس وحد مميز، ويمكن عنده حضور مع الاولاد زي كابتن شريف برضو. الولاد ابتدت ترتبط بيه، بيبان من فرعات الولاد زي ما حضرتك قلت برضو. النجم مهم جدا برضو للولاد. طيب. 2009 2009 عندنا كابتن حسين شكري، حضرتك عارفه حسين شكري. ومعانا الكابتن عبد السلام كان عندنا في الاكاديميه، وتصعد من الاكاديميه وطلع مع كابتن حسين شكري. تمام، احنا قلنا 2007 2008 2009 دي مدرسه الكوره. البراعم 2005 و2006 مع كابتن جمال السيد لسه جاي طبعا. كابتن جمال طبعا طبعا اضافه للنادي الاهلي، ويمكن هو برده من الناس القديمه في النادي في قطاع البراعم، كان شغال مع كابتن بدر وكابتن محمد السيد مستر كروبر، وبرده خبراته كويسه، وكان شغال مثلا مدير قطاع ام بي. خبرات كبيره طبعا. طبعا جمال السيد هيكون طبعا ان شاء الله قريب يكون معانا ضيف. طبعا اضافه للقطاع كتيره، واضافه لينا كلنا بصراحه، وان شاء الله نعمل موسم كويس احنا الاثنين باذن الله ان شاء الله. تعالى مع كابتن نشوف دلوقتي فقره مهارات لبراعم الاهلي مع كابتن احمد سمير. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يمكن عندنا فقره مهارات. الفقره بتاع المهارات بالنسبه للبراعم مهم جدا ان احنا بنشتغل على حاجه اسمها تنميه الاداء الحركي لدى اللاعب. مهم جدا في الاداء الحركي ان انت تتعلم الرشاقه والمرونه بالنسبه للاعب الصغير، لانها من اهم حاجه في للعيب ان هو يشتغل على التوافق العضلي العصبي. فمهم جدا ان هو يشتغل بيها في برنامج لنا احنا حاطينه بالكوره وبدون كوره. لما بتيجي تشتغل على التوافق العضلي العصبي بتأدي التمارين دي بدون كوره وبالمهاره بالكوره. فاحنا النهارده احنا هنشتغل عليها بالكوره. مش هينفع الولد يعمل تمرين المهاره بالكوره الا لما يكون متعلم الاداء بدون كوره. مهم جدا ان هو يشتغل على الاطباق ويشتغل على الزجزاج والحواجز والكنزات بالرشاقه والمرونه، تغيير وضع الجسم على الارض باقصى سرعه بحيث ان الولد يوصل لاعلى درجه من الاداء الفني. بالنسبه للمهاره المركبه النهارده احنا بنعملها، الفايده من المهاره المركبه تقليل استنزاف الطاقه لدى اللاعب بحيث ان الولد يبقى عنده استحواذ على الكره بشكل جيد، بيعرف يجيب الكره بسهوله، ما بيستنزفش طاقه كبيره. فالولد بيعمل مهاره بيروح على اليمين وبيروح على الشمال، هي اهدافها ان انت بتعلم الولد مهاره المراوغه، وفي نفس الوقت بتحميه من حاجات كتير عن طريق الرشاقه والمرونه بالكوره. فبالنسبه لي انا بقول للولاد دايما مش معقول ان في لعيب بيعمل خمس مهارات ورا بعض
في لعبه واحده او لعبتين، لا، انا ليا اهداف هنا ان انا اعلمه المره المليون، ان انا بعلمه الرشاقه بالكوره، وبستخدم مهاره واحده من المهارات المركبه اللي انا بعملها اللي هي بتساعدني على تنميه الاداء الحركي، بستخدمها بقى في المباريات، بستخدمها في موقف واحد ضد واحد، ان انا هنا بنمي للولد مهاره المراوغه. لو هو ما عندوش اداء حركي كويس مش هيعرف يعمل مهاره زيدان، مش هيعرف يعمل مهاره سيزر، مهم جدا ان هو يشتغل عليها بشكل جيد، فبستخدمها في حاجه واحده. اللي انا هعمله بعد كده بعد المهاره المركبه اللي الولد بيعملها، تبدا تحط جو بقى ايه، ربط وفكر ما بين اللعيبه ما بينهم وما بين بعض بما يشبه المباريات، يعني جمله تكتيكيه ما بين اتنين بيتعامل، دبل باس وخلق مساحه 1-3 اوفرلاب، وبستخدم بعد كده مهاره واحد ضد واحد، وبعد كده بصعب شويه ان انا بني باستخدام المهاره باللعب على المرمى. هنشوف دلوقتي شغلنا، وهنحاول ان احنا نركز مع الولاد في الاداء الحركي لدى اللاعب بشكل جيد في الكوره، واستخدام الرشاقه بالكوره بتغيير وضع الجسم على الارض باقصى سرعه. هنتفرج عليها دلوقتي. يمكن النهارده بقى احنا عايزين نشرح مهاره واحده بس من المهارات المركبه اللي انا بقى هستخدمها في المباراه عن طريق المراوغه واحد ضد واحد، اعمل زياده عدديه. مهم جدا ان انا يبقى عندي حلول فرديه للعيبه، واكيد كتير جدا بتلاقي المدافع من واجبات المدافع ان هو بيقف لك وقفه، ان هو دايما رقم واحد اي مدرب بيعلم المدافع يقول له طلع المهاجم بره الجول. فانت مهم جدا ان انت في عمليه الفنت والخداع ان انت بتروح مع المدافع بشكل جيد، بتطمعه ان انت هتطلع معاه لبره، وفي نفس الوقت بتعمل مهاره. احنا النهارده عندنا مهاره كريستيانو اللي احنا بنشرحها. مهم جدا ان انا بجري بالكوره كويس جدا، وبروح على اتجاه المدافع، هو المدافع بيضطر ان هو يقف لي بره، فانا بروح مع هو عايز يطلعني بره الجول، فانا بروح قبل ما اوصل للمدافع بشكل جيد جدا بخطوتين، بقوم عامل عمليه الخداع لا بالستارز يا اما ببطن رجلي للداخل، مدافع بيروح هنا وانا بروح هنا بشكل جيد، لان مهم جدا ان انا اعملها قبل ما اوصل له بخطوتين، ما ينفعش ان انا اروح اعملها مواجه له عشان ما اخبطش فيه. دايما اروح بمنتهى السرعه عشان تعدي واحد ضد واحد. مهم جدا انت تروح بمنتهى السرعه للمدافع، بتبين له ان انت رايح معاه في الاتجاه اللي هو مطمعك ان هو يطلع معاه لبره، وبتقوم داخل على عكس اتجاهه. هنشرحها دلوقتي بالكوره لوحدي وابدا اعملها مع الولاد. يمكن احنا النهارده اشتغلنا على المهاره المركبه الاول، كل مهاره مركبه فيها 4 أو 5 مهارات. مهم جدا ان انا اعلمهم مهاره المراوغه، اهم حاجه عمليه الفنت والخداع اللي بتتعمل، بحيث ان احنا زي ما بقول لحضرتك انا مفيش لعيب في الملعب بيعمل 5 مهارات مركبه مره واحده في مباراه، ولكن انا اهم حاجه عندي الاداء الحركي للاعب، الرشاقه بالكوره. بدل ما بخليهم يشتغلوا الرشاقه والمرونه بالبق والكنزات والحواجز، انا بعملها لهم بالكوره بحيث ان انا اعمل رشاقه للولد، تغيير اتجاه، فنتات، كل الحاجات دي قلت بتعمل حاجه اسمها تقليل استنزاف الطاقه لدى اللاعب، وفي نفس الوقت بتقلل لي نسبه الاصابات عن طريق المرونات والرشاقات اللي الولد بيعملها في الملعب. بعد كده بعد ما استخدمناها لوحدها بنخش على الفكر والربط بين اللعيبه بشكل سلس شويه، بحيث ان كل لعيب يبقى رافع عينه وشايف زميله عامل ازاي. نموذج اللي احنا اشتغلنا 4 بره وبيروح على الاربع علامات، بيستخدموا المهارات المركبه بشكل كويس وشكل فيه خداع وعمليه تعليم المراوغه للولد، وفي نفس الوقت بيرفع وشه بيلعب، بديله حته ذهنيه انه بيشتغل على ايده اليمين، فبيروح ناحيه اليمين مره، وبعد كده بنوع في المهارات، وبعدين يشتغل على ايده الشمال بيفكر بعد ما الكوره بتتلعب هيروح فين. بعد كده طلعت على النموذج الثالث اللي هو فيه شغل بقى بما يشبه المباريات، حته الفكر والربط ما بين اللعيبه، دبل باس 1-2 1-3، وفي نفس الوقت اهم حاجه بعد كده انهاء الهجمه على المرمى بشكل كويس، بحيث ان هو يلعب على المرمى ويجيب جول. فبنتدرج من السهل للصعب. فالنهارده اشتغلنا عليها بشكل كويس، ويمكن في تمارين تانية وكتير ان شاء الله هنشتغل مع بعض الفتره الجايه الحاجات الكتيره اللي عندنا. بس اهم حاجه عندنا دلوقتي ان احنا عايزين نشرح كل مهاره على حده، اهميتها ايه في موقف واحد ضد واحد وبتتعمل ازاي.
زي ما احنا شفنا مع حضراتكم دلوقتي فقره مهارات مع كابتن احمد سمير براعم الاهلي. كابتن تامر، محمد صلاح عامل حاله في مصر كلها، في كل الناشئين، في قطاعات الناشئين في مصر. كلمنا بقى عن الحاله اللي عاملها محمد صلاح جوه الولاد داخل قطاع الناشئين بالاهلي. بسم الله الرحمن. طبعا انا بقول ربنا يوفقه طبعا، وعمل حاله جميله جدا وفريده في مصر وفي الشرق الاوسط كله والعالم العربي كله. ويمكن نعلى سقف طموح الناس كلها. كله بقى عايز يبقى محمد صلاح، ودي حاجه كويسه. يمكن عملت انتشار كتير جدا، بقى في اكاديميات كتير جدا في مصر. كل واحد يبقى عايز ابنه يبقى لعيب كوره، كل معظم الناس اتجهت للكوره زي ما حضرتك عارف. يمكن عندنا حتى في الاكاديميه الاقبال زاد جدا برضه، حته لعيب الكوره بقت مهنه حلوه جدا. في شهره، فيها ثقافه، فيها ماده. فكل واحد بيتمنى ان ابنه يبقى زي محمد صلاح. دايما بتضربوا لهم المثل بالنجوم دي طبعا، يعني بالنجوم المحترفه يعني، والنجوم اللي ظاهره قدامهم. انت ما تيجي تكلم طفل فبتقول له ايه؟ محمد صلاح وصل لكده ازاي؟ اكيد بيلتزم، اكيد بينام بدري، اكيد بيصلي، اكيد بيسمع كلام علاقته بوالدته كويسه بره دي طبعا. اكيد 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 كويس جدا مع اهله، عشان كده ربنا بيكرمه. لان في اوقات كتير جدا بيبقى فيها توفيق. وحضرتك عارف، ممكن طبعا حضرتك كنت من احسن الفراوده في مصر. ربنا يخليك. دي حقيقه والله. فساعات ما تبقاش الكوره ماشيه معاك، بس ربنا بيكرمك. يعني انا امبارح كان عندنا مباراه وديه، فكان عندي ولد فيرود، فقلت له خلي بالك انت جبت جون سهل. بس عارف انت جبت الجون السهل ليه؟ فقال لي ليه يا كابتن؟ قلت له عشان انت كنت مجتهد وربنا كرمك. يعني انت قبليها ضغطت ورحت قطعت الكوره وبصيت، والكوره طلعت بالعرض وقعت من ايده الجون، انت حطيتها. ربنا كفى. فربنا كفى. فخلي بالك ربنا بيدي اللي بيجتهد. فاللي احنا شايفينه دلوقتي في الكوره في العالم كله، ان صلاح عمل حاله، ربنا يكرمه طبعا، ودايما في مزيد. وطبعا عمل رواج كتير جامد جدا لمصر وللسياحه زي ما حضرتك شايف. ويمكن اتعرفت كتير قوي الكوره في مصر من خلال محمد صلاح. ويمكن طبعا في محترفين كتيره، بس يمكن صلاح ابرزهم. وانا ممكن نشوف مدرسه الكوره بالاهلي، ان شاء الله يكون عندنا محمد صلاح تاني ان شاء الله. تشوف يعني قطاع الناشئين طلع خرج تريزيجيه، عمرو ورده، رمضان صبحي، يعني نجوم كبيره. ناصر ماهر، ممكن نشوف وناصر ماهر. كتير. ممكن نشوف، انا بتكلم على المحترفين، ممكن نشوف ان شاء الله من مدرسه الكوره بالاهلي عندنا يعني مواهب. عندنا في المدرسه ان شاء الله هنعمل لك تقريب باذن الله الفتره الجايه. وبص على الاولاد، عندي اولاد كويسين جدا. في السن الصغير، يمكن السبعه والثمانيه والتسعه ويمكن العشره اللي دخلوا جداد، مواهب كويسه جدا. انا ابتديت حتى من الفتره الجايه نبتدي نصور للتمرينات ليهم. ويمكن في جزئيه يمكن اقولها برضو، ان انا يمكن رمضان وكريم نيدفيد وبيكهام ونصر ماهر والفرماوي ويوسف علاء، يمكن الفرقه دي كلها اتمرنت معايا وهم عندهم 9 سنين. بين نجومين انت خرجتهم. كانوا معايا وهم عندهم 9 سنين، كنت انا وكابتن امين عرابي. يمكن برضه يمكن الجماهير ما تعرفوش ان يمكن كريم نيدفيد كان بيلعب باك رايت. وبعد كده انا غيرت له مكانه، بقى بيلعب تحت الفراوي نص ملعب. وربنا كرمه حتى يعني. بابا كان قابلني بيقول لي طب هو الولد مكانه مش مكانه؟ قلت له في المكان ده هيبقى كويس وهيلعب درجه اولى ان شاء الله. وهو كمل الحمد لله. عمليه الانتقاء بقى كابتن تامر بتتم في الاختبار بس، الاختبارات في النادي الاهلي في مدينه نصر، ولا انتوا بتنزلوا بقى المحافظات؟ بننزل محافظات الحقيقه. يمكن احنا السنه دي عملنا كده، والسنه اللي فاتت مع الدكتور عمرو، ويمكن اول واحد بدا الموضوع ده كابتن عادل طهيمه. اول واحد بدا الموضوع الاختبارات يمكن في الفتره اللي انا كنت متواجد فيها، كابتن عادل طهيمه هو اللي عمل لنا الفتره دي. رحنا محافظات وجبنا لعيبه كويسه، وبعد كده جه الكابتن، كان معاه كابتن محمود صالح، وجه الدكتور عمرو، وكان معاه كابتن خالد جد الله، ودلوقتي الكابتن فتحي مبروك. كنا احنا رحنا اسيوط وسوهاج واسوان واسكندريه والمنصوره، لفينا برده وجبنا لعيبه كويسه. يمكن احنا برده في بيقولوا لي دلوقتي وانت بتلف، كابتن تامر مشهور بجهاز كشف الكذب. ايوه. ايه بقى الموضوع ده؟ بيقولوا ده بيعرفها في الاختبارات الكابتن تامر. لا انا مش عايز اقولها بقى، يمكن يعني هي حاجه بسيطه، يعني هي حاجه من المداعبه كده. فاحنا الولد اللي بنشك فيه، كنا بنبقى قاعدين احنا مثلا المدربين، فاقول له لا انت شكل سنك مش مظبوط. داخل مع اعمار سنيه كبيره. فهو بيفهم، انت بتكشف الكلام ده على طول. فانت لو قلت للولد مش هقول لك الحقيقه، فانت بتقول له تعالى بقى اطلع اقف هنا، يقف جنب الشمسيه ويمسك الشمسيه وابص في الساعه كده، اقول له
لا انت سنك مش مظبوط. يقول لي ايوه يا كابتن صح. موضوع التسنين والتزوير ده مشكله، وخاصه كمان في مدرسه الكوره، يعني ممكن يعني في اعمار 15 و16 و17 خلاص تلاقي السرعه والقوه اقتربت شويه. لكن انتوا بتعانوا منها طبعا في مدرسه الكوره. دي المشكله الكبيره. لان المدرب بيدور على بطوله، ما بيدورش على ان انا اعمل لعيب، وده الغلط طبعا. فكله عايز يكسب النادي، اللي بيكسب النادي الاهلي فيجيب لك لعيبه مسننه ولعيبه كبيره عايز يكسب. فدي برضو سياسه مش مظبوطه. يمكن من سنتين كان متواجد الكابتن ابراهيم عبد الصمد، كان ماسك منطقه القاهره وكان عامل حاجه كويسه جدا. ما كررتش، ما اتطبقتش السنه اللي فاتت، واحنا بنناشد دلوقتي منطقه القاهره ان هي تطبق الكلام ده. ده ان شاء الله اكيد هنناقشه هنا في برنامج الاشبال، وهيبقى في حلقه منفرده لموضوع التسنين والتزوير، ان ده في فرق كتير بتعتمد على الكلام. مشكله كابتن اسامه. يمكن كابتن ابراهيم عبد الصمد كان عامل حاجه كويسه جدا، واللعيب بيسخن يجي يبص للعيب، حتى لو كان نيمو مظبوط اكيد كان نيمو مظبوط خرجه، يلاقي جسمه كبير ويروح رايح للفرقه يقول له طلع ده. طيب دي بقى كابتن تامر، ناخدك بقى لحته في الاعمار السنيه في مدرسه الكوره 2007 و2008 و2009 و2010، يبقى الافضل تلعب مسابقات والمديرين الفنيين كل واحد عايز يكسب ويبقى فيه الحماس دوت، ولا نعملها مهرجانات؟ يعني هي ماشيه ازاي عندكم في منطقه القاهره؟ لا هي دلوقتي منطقه القاهره بقى لنا دي السنه الثالثه، يمكن دي حاجه كويسه جدا وبادره كويسه. حته المهرجان، مهرجان يمكن برضو اول واحد عمل الفكره دي كان موجود، كان الكابتن محمود صالح والكابتن عادل تيامه والكابتن محمود صالح. كانت بصراحه يعني اتكلموا في الجزئيه دي واتطبقت، ويمكن اكتر فرقه بتستفاد منها احنا النادي الاهلي. ان احنا في السن الصغير عندنا كم كبير من اللعيبه، واحنا في لعيبه بنقول احنا هنصبر عليها. ممكن ما يلعبش في الخماسي، يلعب ما يلعبش في السباعي، يلعب في الثماني ويلعب في الحداشرات. فاللعيب فلازم تقعده، فيبقى عندك كم كبير من الاولاد. السنه اللي فاتت عملنا حاجه كويسه، كنا داخلين الف وب اللعيبه اللي انت حاسس ان هي ممكن تبقى كويسه السنه الجايه او هي عايزه وقت، بنروح مودينا الاكاديميه تلعب معاها. وفعلا لما نزلنا اولاد الاكاديميه تحت السنه دي خدنا اولاد من الاكاديميه وبقوا اساسيين عندي في الفرقه. يعني دايما الاكاديميه ممول للمدرسه اكيد الكرة. انا يمكن 2007 و2008 و2009 80% من اللعيبه اللي عندي من النادي في القطاع من الاكاديميه. يعني المهرجانات زي ما انت بتقول كده هي افضل، حتى ما بتعملش ضغوطات على ولد صغير لسه عنده 7 8 سنين، ما ينفعش انه يلعب في الاجواء دي. بالظبط. بس انا شفت للاسف يا كابتن تامر، وانا كنت بتفرج على المهرجانات السنه اللي فاتت، كان في لقطه سيئه جدا، مدرب واقف على الخط بيزعل اللعيبه بتاعته عشان خسرانه. بالظبط. وفي ناس بيضرب المدرب ممكن يتعصب على ولد 7 8 سنين في السن ده عشان بيخسر مباراه او بيضيع هدف. هرجع اقول برضو المنطقه لازم يبقى ليها دور في الموضوع ده. في لجنه قاعده في الملعب، المدرب اللي يعمل كده لازم يتعاقب. اصل انت دلوقتي الطفل ده بيلعب حاجه بيحبها. ايوه انت جبت الحاجه المهمه، انه حاجه بيحبها. ما انا كمدرب ممكن الولد يبقى عنده امكانيات كبيره جدا، وانا اقتل فيه الحته دي. الولد الطفل لو خاف مني مش هيبتكر. فانت لازم تدي مساحه للولد. مساحه للولد دي انت دلوقتي اسمها فتره تعليم. الولد لازم يغلط، وفي الماتش لازم يغلط عشان اعلمه. فانت الجزئيه دي لازم يبقى انت عندك مساحه كويسه جدا من الوقت للولاد، ومساحه في الماتشات تدي له مساحته. فالجزئيه اللي انت بتقول عليها يا كابتن، في 99% من اللعيبه بتبقى خايفه من المدرب. ودي دي دي سياسه وحشه جدا في مصر، ولازم برضو تقنن، ولازم يبقى المنطقه ليها دور. زي ما احنا شايفين دلوقتي يا كابتن تامر، واستكمالا لكلام حضرتك طبعا، الكابتن خطيب ولجنه الكوره، وكان في زياره معاكم في بدايه دي اول اجتماع. ايوه اول اجتماع مع الكابتن خطيب. ده كان اول اجتماع معانا. وطبعا كان اتكلمنا برضه في مسانده دايما من لجنه الكوره. طبعا على طول شير. يمكن جالنا الكابتن خطيب، دي حاجه كويسه طبعا، شرف للقطاع. وحتى كل اللي قاعدين فوق الكابتن خطيب متواجد. ويمكن كابتن خطيب عمل لفه كبيره جدا ساعتها في النادي، قعد مع كل القطاعات بتاعه النادي. وان شاء الله انطباع الزياره بقى على كل المدربين جديده، هي جديده جديده انك تلاقي رئيس النادي الاهلي رئيس النادي يجتمع بينا. طبعا في تواصل مع طبعا اول مره تحصل طبعا بكلمه الكابتن خطيب. ويمكن انا اقول لك على واقعه مش فاكر الكابتن خطيب فاكرها ولا لا. انا وانا عندي 13 سنه كنت بلعب سترايكر، كنت بلعب راس حربه، وكنت كل ماتش اجيب 3-4 تجوان كل ماتش. كان مسميني محمد عباس وانا صغير. كنا بنروح الماتشات قبل الفريق الاول في الاستاد. كنا بنلم الكور، كنا بنلعب ماتشات قبليهم وبنلم الكور. الكابتن الخطيب كان كل بعد كل ماتش يديني شورت
يجيب لي جزمه اقسم بالله الكلام ده حصل. بس لسه محتفظ بالحاجه دي ولا ايه؟ والله كنت اتمنى يعني انا نقلت من البيت لبيت كده كنت حاطط الشورت بالذات هو اللي كان طبعا الجزمه لكن هو كان من صغري وانا كان كابتن خطيب الحمد لله يعني عارفني ويمكن برضه يمكن عشان البشره مميز فكان خطيب كابتن خطيب علي على طول عارفني وكان بيديني هدايا على طول. تمام. عايز بقى اكلمك عن دور مهم لا يقل اهميه عن دور المدربين الموجودين معاك في القطاع هو تعاون اولياء الامور معاكم. شايف بقى تعاون اولياء الامور لمدرسه الكوره ازاي مع الكابتن تامر حفني المدير الفني لمدرسه الكوره؟ احنا بالفعل كان عندنا اجتماع اول امبارح مع اولياء الامور. اول امبارح؟ كويس ان في تواصل. كنت انا وكابتن جمال السيد قعدنا مع اولياء الامور وكلمنا في نقط ان الولد لازم تدي له حريه. الولد هنا احنا مدربين انت ليك الولد يتمرن كويس ياكل كويس يستلم لبسه متواجد في النادي الاهلي بياخد كل الجرعات اللي ياخدها لكن حته اللعب دي مش بتاعه اي ولي امر. يعني محدش يتدخل فيها. محدش يدخل فيها ابنك هيلعب وهياخد وقته وهياخد فرصته وتقييمه بالنسبه لنا اخر السنه. محدش يجي خلال الموسم يتكلم في الجزئيه دي. والناس متعاونه طبعا يمكن انا عشان انا دي رابع سنه مع المدرسه فالناس عارفاني كويس جدا وعارفه سياستي وعارفه طباعي. فكابتن جمال طبعا اتكلم في الجزئيه دي واحنا بنتمنى يمكن دي مشكله كبيره جدا في مصر ان ولي الامر مستعجل على ابنه جدا. ويمكن انا اتكلمت في الجزئيه ان انا رحت كذا مره لندن انت عارف ان اخويا عاش في لندن. فرحت كذا مره اكاديميات في لندن فاما بيجي يتكلموا على المدارس او الحاجات دي يقول لك انت ابنك مجرد ما يطلع من الملعب ما تكلموش في الكوره كلمه في اي رياضه ثانيه. ويمكن هم في اوروبا ما يخلوش الولاد الاولاد الاولياء الامور يتفرجوا على ولادهم. يقول لك خلي الولد يستمتع. يستمتع. ما هو اهم حاجه في السن الصغير ده ان الولد يستمتع، ما فيش اي ضغوطات حتى نفسي كمان في المهرجانات اللي بتتعمل كل الولاد تاخد جوائز مش ما مش بيعملوا بنعمل دي بتتعمل دي حاجه هايله جدا عشان نفسيه الولد الصغير. هنروح دلوقتي نشوفها كابتن تامر مع حضرتك خريطه الاسبوع اللي جاي لكل المباريات لفرق القطاع. تمام. هنستعرضها دلوقتي مع حضراتكم على الشاشه. هنشوف خريطه الاسبوع زي ما واضحه قدام حضراتكم. مواليد 2005 في الاهلي والتنميه سبورت بطوله منطقه القاهره السبت. في 2003 السبت الاهلي وانبي بطوله الجمهوريه للناشئين. عندنا مواليد 2002 يوم الاحد الاهلي وشبان المسلمين بطوله منطقه القاهره. مواليد 2000 يوم الاثنين مركز شباب زينهم والاهلي بطوله منطقه القاهره. مواليد 99 الاهلي وبيراميدز بطوله الجمهوريه للناشئين. مواليد 2004 يوم الجمعه 19 اكتوبر الاهلي والاتصالات بطوله منطقه القاهره. مواليد 2001 مباراه من العيار الثقيل بتروجيت والاهلي بطوله الجمهوريه للناشئين. اولادنا بقى في مدرسه الكوره بيشوفوا الاهلي في افريقيا اكيد طبعا وبنتابع الكلام ده واحنا ما بنقعد مع الاولاد بيبقوا فرحانين جدا وايه رايكم في المباراه قبل التمرين فطبعا الولاد بيبقوا فرحانين جدا بيبقوا فرحانين جدا الفرقه بتاعتنا بتكسب وان شاء الله ناخد البطوله باذن الله تبقى البطوله ان شاء الله من نصيبنا السنه دي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا يا كابتن تامر. شكرا يا كابتن اسامه وبشكرك ولو سمحت حضرتك. طيب احنا وكل ناشئ في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بنشجع الفريق الاول ان شاء الله عشان يحققوا لنا حلمنا خلال الفتره الجايه والنادي الاهلي ياخد بطوله افريقيا البطوله المحببه لكل جماهير الاهلي. شجع وقول من القلب الاهلي نادي البطولات. نشوفكم الاسبوع اللي جاي مع الاشباح.